دعوني اليوم أتأمل معكم هذا الاكتشاف العلمي الحديث جدا الذي نشر في مجلة راديولوجي أي الطب الإشعاعي بتاريخ 14/4/2020، يعني قبل أيام قليلة. تبين للخبراء أن المكوث في الفضاء يؤدي لعطب في العصب البصري، وقد يصيب رائد الفضاء بالعمى بشكل جزئي. حتى الدماغ أيضا يعاني من توسع غير طبيعي. لقد قام العلماء بتصوير أدمغة 10 رواد فضاء موجودين في محطة الفضاء الدولية ISS قبل وبعد عودتهم من الفضاء باستخدام جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وتبين أن الدماغ يتوسع نتيجة فقدان الجاذبية وكذلك السائل الدماغي الشوكي. كما بينت الدراسة حدوث تشوهات في الغدة النخامية وزيادة في المادة البيضاء، وبالنتيجة فإن هذا الخلل يؤدي إلى مشاكل في الدماغ قد تصل إلى الجنون أو الخبل كما يقول الباحثون في آخر دراسة علمية. المشاكل التي يعاني منها رواد الفضاء في أبصارهم وفي أدمغتهم دعت العلماء في جامعة ميامي ميلر نهاية عام 2016 إلى دراسة هذه الظاهرة الخطيرة، ووجدت أن الإنسان الذي يعيش خارج الأرض في بيئة الجاذبية الضعيفة يتعرض لأضرار شديدة في العين قد تدوم لأشهر أو سنوات. أما الباحثة دوريت دونوفيل من المعهد الأمريكي لبحوث الطب الحيوي تقول بالحرف الواحد إن نتائج هذه الدراسة مقلقة، لأنها تعني أن رائد الفضاء في النهاية سيفقد بصره، وهذا أمر كارثي. طبعا في عام 2016 أيها الأحبة أفادت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بوجود شيء غريب في الفضاء يعبث بأبصار رواد الفضاء، مما يتسبب لهم بمشاكل بصرية طويلة المدى قد تصل إلى العمى، لأن الإنسان على الأرض تنجذب سوائل الجسم نحو الأسفل عندما يكون على الأرض بسبب الجاذبية الأرضية، ولكن عندما يغادر الأرض باتجاه الفضاء فإن هذه السوائل تندفع للأعلى باتجاه الدماغ والعين، يعني أكثر منطقتين تتأثران بفقدان الجاذبية هما العين أولا ثم الدماغ. إذن أصبح لدينا، دققوا معي أيها الأحبة، حقيقتان علميتان يقينيتان تؤكدان بأن كل من يخرج خارج الأرض يتعرض لمشاكل في العين تسبب ضعف البصر أو العمى، ومشاكل في الدماغ قد تصل إلى أعراض الجنون أو الخبل. الله تبارك وتعالى يقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي القرآن يتنبأ بإمكانية الولوج أو العروج خارج الأرض إلى السماء. وبالفعل تمكن العلماء في القرن العشرين من الخروج خارج الأرض. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، إنما سكرت أبصارنا، إشارة إلى الخلل الذي يعاني منه رائد الفضاء الذي قد يصل إلى العمى. بل نحن قوم مسحورون، إشارة إلى الخلل الذي يحدث في الدماغ. بالله عليكم، هل يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي أن يتنبأ بدقة ماذا سيحدث لجسم الإنسان عندما يغادر خارج الأرض، ويتنبأ أن الخلل سيتركز أساسا في العين وفي الدماغ؟ والله إن هذه الآيات لتشهد على أنه رسول صادق في دعوته، وأن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى،
والحمد لله رب العالمين.